أهلا وسهلا فيكم، معي أنا رولا بمطبخي مقلوبة كيتشن. وصفتنا لليوم هي وصفة حلو كتير مميزة، وصفة سهلة بخمس دقائق بس. هي معمول أو كحك العيد، طبعا لو كارب، مناسب لللو كارب دايت، مناسب لمرضى السكري وللكيتو دايت وللناس اللي عندهم حساسية جلوتين. المعمول مو محشي حشي، الجوز معجون مع طحين اللوز ومع الزبدة، طعم فظيع وكتير طيب. الوصفة بتنعمل عادة بأعياد الكريسماس، بينقلها سنو بول كوكيز، كتير طيبة مع فنجان القهوة، وبنصحكم انكم تعملوها. كل قطعة فيها بس 0.76 جرام من النت كارب. الكمية كلها 13 قطعة، فيها بس 10 جرام نت كارب. بالنسبة للمقادير رح تلاقوها مكتوبة بالتفصيل بصندوق الوصف. أما طريقة الصنع فرح نبلش فيها، ورح أقول المقادير وأنا عم أشتغل. رح أبرش جوزة الطيب تقريبا ربع معلقة صغيرة باودر، وبحط السينامون باودر أو القرفة أو الدارسين فوق النص كوب من الجوز. طبعا أنا حمصته لحتى أعزز النكهة تبعه. بالنسبة للزبدة أنا عندي هون كمية الزبدة شلتها من قبل تقريبا 8 ساعات، فهي اوريدي كريمية ما بتعذبني بالتحريك. ما بدنا تكون الزبدة مذابة، لازم تكون بس بحرارة الغرفة. ضفت هون السكر، المونك فروت الباودر، وملح الهيمالايا رشة صغيرة كتير كتير. بحركهم بحط الجوز المحمص اللي خلطت فيه معه القرفة الدارسين والجوز الطيب، وحطيت كوب من طحين اللوز. طبعا زدت له معلقة طعام، طلعوا تقريبا 130 جرام هيك لحتى عدلت الوصفة. وبحركهم بإيدي لمدة دقيقة دقيقتين أو لحتى يتجانسوا. بتقدروا تستعملوا الفود بروسيسر لسه أسرع، بس أنا بحب استعمل شيء يكون موجود بكل المطابخ، فعملت على إيدي وكمية قليلة، فما في داعي أني أنا أعمل على محضرة الطعام. زبدية هيك وعجين بتكفي، لأنه ما بدها شيء، ما بدها شغل دقيقتين. باستعمال آيس كريم سكوب أو معلقة طعام أو حتى بالتخمين تقدروا تقطعوها لكور. أنا قطعتها ل 13 كرة أو طابة. وقت اللي بشكلها بضغط بين راحة ايدي بخفة، ومثل ما تعلمنا وقت الخبز قبل ما نبلش شغل بالعجينة تقريبا من شغل الفرن، من حمي الفرن. من أسرار نجاح كل المخبوزات هو انه نحنا نحمي الفرن قبل بعشر دقائق تقريبا. هون عندي الشغل كله ما بياخد خمس دقائق، فأنا حميت الفرن من قبل على 350 درجة فهرنهايت، بتعادل تقريبا 180 سيلسيوس. شوفوا كيف عم اضغط بين راحة ايدي بخفة لحتى يطلع معي شكل الكوار. والعجينة كتير كتير سهلة، وريحة جوزة الطيب والقرفة كتير طيبين. تقدروا تزيدوا كمية الجوز، بس أنا حاولت أني قلل الكمية مشان لأنه عنا بالنهار لسه بدنا ناخد كمية دسم وكاربس بالوجبات التانية، فحسيت أنه هيك كافي، لأنه كتير حلو أنه نقدر ناخد قطعة قطعتين مع وجباتنا. يعني القطعتين بيكون فيهم تقريبا جرام ونص من النت كاربس. دائما ببطن صينية الخبز بارشمنت بيبر او ورق الزبدة، بدخلها على الفرن لمدة 15 دقيقة. وبتمنى اول مرة انتو تعملوا الوصفة انكم تراقبوا الحرارة تاعت فرنكم او الوقت، لان ممكن تاخد وقت مختلف من فرن لفرن. شوفوا اللون ذهبي فاتح. اول ما بقدر اني امسكها بتركها بالصينية لتبرد شوي، ولما بقدر اتحمل امسكها بلتها بدورها بالسكر الباودر
المحلي مونك فروت وبحطه على سلك التبريد. خليها على جنب لتبرد 100%. برجع بدورها كمان بالسكر بالكمية البقيانة عندي، هي نص كوب كانت، استهلكت قسم بأول ما طلعته من الفرن، بس دفوا شوي بردوا شوي. وهلا القسم الباقي بتقدروا انه تصفوهم بالصحن وتحطوا السكر الباقي بالمصفاية صغيرة وتنثروه نثر عليه مثل اي طريقتنا بالمعمول، على راحتكم. الوصفة روعة وهي صارت من أحب الوصفات وأسهل علي، خاصة للناس اللي بدهم يعيدوا هلا بهالفترة. ونصيحة يعني 5 دقايق بتاخد وفعلا مشهية، وهيك ما منكون حرمنا من معمول العيد. وصحتين وهنا.